بقول لحضرتك الان كل شويه يطلع علينا واحد يعني مثلا زي زكريا بطرس او غيره يبغى الشهره على الفاضي. يعني الراجل زكريا بطرس اصلا ده مشروح من الكنيسه ورافضينه وبيهاجم المسلمين ويهاجم النصارى. يطلع مثلا شاب كان في الازهر يهاجم المشايخ الافاضل اللي بيهتموا بالدليل ولا يهتموا بالمذاهب. هو يبني ايه تجاه الناس دي؟ يعني هم اصلا عايزين يشتهروا بس. يعني انا اسالك سؤالا، اتفضل. هل خلا كل زمان من اهل كفر واهل نفاق واهل ضلال؟ لا طبعا. خلاص الحمد لله، كلامهم مرمي في المزابل، ارمي ولا تلتفت، لان لا تستنزف، لا تستنزف ولا تستفز. في كل زمان، في زمن رسول الله قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقال تعالى في آيات في شأن النفاق: سلقوكم بألسنة حدد، بل طعنوا في رسول الله في زمانه، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ففي كل زمان هناك طعن في رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فلا تستغرب أن يخرج كافر يتكلم، لا تستغرب ولا تقف عند مقولات الكفار والمجانين. طيب في استنى، بارك الله فيك،